على إثر معلومات واردة إلى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في سيدي عبد الرحمن مجموعة تيارت مفادها تعرض أحد الموالين لسرقة رؤوس من المواشي. بعد وضع خطة محكمة تمت الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الإجرامية، حيث كانوا يستغلون ظروف الظلام والساعات الباكرة ليتم إنزال وسرقة بعض رؤوس الماشية على متن مركبات نقل المواشي وهي في حالة سير وفي غفلة من مالكها، وهذا على مستوى الطريق الوطني رقم 111 في جزئه الرابط بين ولايتي تيارت والبيض ليتم تجميعها ونقلها على متن مركبة نوع تويوتا هيليكس. العملية مكنت من استرجاع 9 رؤوس غنم وتوقيف شخصين وكذا حجز وسيلة النقل المستعملة في الجريمة. سيتم تقديم الأشخاص الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة فور الانتهاء من التحقيق.